رمضان كريم. بالأعوام الأخيرة كان طول علينا شهر رمضان المبارك بفصل الصيف أو الخريف، والعام الحالي بفصل الربيع. هذا الأمر خلى اهتمامنا كمواطنين أردنيين معرفة درجات الحرارة وموجات الحر، لأنه موضوع الصيام والأجواء الحارة بيكون صعب، خاصة مع ساعات الصيام الطويلة بتوصل 15 ساعة. لكن عمركم سألتوا حالكم متى آخر مرة لعبنا فيها بالثلج وكنا صايمين؟ طبعاً الإجابة على هذا السؤال بترجع فينا للعام 1998، وتحديداً 11/1 من ذلك العام. غطى حينها مرتفع جوي مناطق هامة من غرب القارة الأوروبية، اندفعت على إثرها كتل هوائية شديدة البرودة نحو المنطقة الشرقية للحوض البحر الأبيض المتوسط. هذا الأمر أدى إلى تأثر المملكة والمنطقة بمنخفض جوي قوي التأثير، عمل على هطول من ساعات الفجر أمطار غزيرة جدا ورياح شديدة، وأيضا زخات برد كثيفة في عموم المناطق. مع أذان المغرب الكل راح يفطر، وقتها هبت عاصفة ثلجية على معظم الجبال الشمالية والوسطى بما فيها العاصمة عمان. يتفاجأ الناس بعد الفطور أن في حوالي 10 سنتي من التراكمات الثلجية على طرقات العاصمة عمان، بفعل طبعا تساقط الكثيف والمستمر للثلوج في تلك الفترة. واستمر تساقط الثلوج في العاصمة عمان والمرتفعات الجبلية العالية سواء بالشمال أو بالجنوب أيضا حتى تقريبا ساعات الفجر من يوم 12/1. وقت صحيوا الناس الصبح بالعاصمة عمان وجدوا أن تراكم الثلج وصل أكثر من 30 سنتيمتر في بعض المناطق. هذا الأمر أيضا رافقه انخفاض كثير كبير بالحرارة، كانت الحرارة ما بين -2 -4 درجات مئوية، في حين وصلت حينها الحرارة في مرتفعات الشوبك في جنوب المملكة إلى -8 درجات مئوية. وأيضا بحب أشير الذكر أنه بعد سنوات قليلة رح يرجع شهر رمضان المبارك يجي علينا بفصل الشتاء. اللي بتذكر هاي العاصفة وعنده ذكريات من العاصفة الثلجية اللي أثرت على المملكة برمضان من العام 1998 ما ينسى شاركنا إياها بالتعليقات. سلام.